بيشبه ملكوت السماوات عصر عزارة، حملوا مصابيحهم وطلعوا للقاء العريس، وكانوا خمسة منهم جهلات وخمسة عقلات. حملت الجهلات مصابيحة وما أخذت معها زيت، وأما العقلات فأخذت مع مصابيحة زيت بوعاء. وتأخر العريس وناموا كلهم، وبمنتصف الليل عل الهتاف، إجا العريس فطلعوا للقائه. قامت العشر عزارة وهيئوا مصابيحهم، فقالت الجهلات للعقلات: أعطونا من زيتكم لأنه مصابيحنا انطفت. فجاوبت العقلات: يمكن ما بكفي الزيت إلنا وإلكن، روحوا لعند البياعين واشتروا حاجاتكن. وبينما هن رايحين ليشتروا وصل العريس، فدخلوا معه اللي كانوا مستعدين لمكان العرس من غلاء الباب. ومن بعد وقت رجعوا العزارة الباقيين وصاروا يقولوا: يا سيد يا سيد افتح لنا. جوابن العريس: الحق بقلكن، أنا ما بعرفكن، فإذا نسهروا لأنكن ما بتعرفوا لا اليوم ولا الساعة. بيشبه ملكوت السماوات رجال أراضي السفر، فدعا خدمه وسلموا أمواله، كل واحد منهم على قدر طاقته. فعطي الأول خمس وزنات من الفضة، والتاني وزنتين، والتالت وزنة واحدة وسافر. فأسرع اللي أخذ الخمس وزنات للمتاجرة فيها وربح خمس وزنات، وكمان اللي أخذ الوزنتين ربح وزنتين. وأما اللي أخذ الوزن الوحدة راح وحفر حفرة بالأرض ودفن مال سيده. ومن بعد مدة طويلة رجع سيد هالخدم وحسبهم. إجا يلي أخذ الخمس وزنات ودفع خمس وزنات معه وقال: يا سيدي أعطيتني خمس وزنات، هيدي خمس وزنات فوقها. قال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمين على القليل، رح حطك أمين على الكتير، ادخل نعيم سيدك. وإجا يلي أخذ الوزنتين وقال: يا سيدي أعطيتني وزنتين، خد معه وزنتين ربحتن. قال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمين على القليل ورح حطك أمين على الكتير، ادخل نعيم سيدك. وإجا يلي أخذ الوزن الوحدة وقال: يا سيد عرفتك رجال قاسي، بتحصد محل ما بتزرع وبتجمع محل ما بتبذر، فخفت رحت ودفنت مالك بالأرض وهيدا هو مالك. جاوبوا سيده: أنت خادم شرير كسلان، عرفني بحصد محل ما بزرع وبجمع محل ما ببذر، فكان عليك تحط أموالي عند الصيارفة، وقت اللي برجع بستردوا مع الفايدة. وقال لخدمه: خدوا منه الوزنة وادفعوها لصاحب العشر وزنات، لأنه اللي كان عنده شي بينزاد وبفيد، واللي ما معه بيتاخد منه حتى اللي معه إياه. وهيدا الخادم يلي ما كان إله نفعة زدته برا بالظلام، فهونيك البكاء وصريف الأسنان. متى إجا ابن الإنسان بمجده ومعه ملايكته بيقعد على عرشه المجيد، وبتحتشت قدامه كل الشعوب وبيفرزهم عن بعضهم البعض مثل ما بيفرز الراعي الخواريف عن الجداء، وبيجعل الخراف على يمينه والجداء على شماله، وبيقول الملك ليلي على يمينه: تهو انتو اللي بركن بي وردتوا الملكوت يلي هيألكن ياه منذ إنشاء العالم، لأني جعت وطعميتوني وعطشت وسقيتوني، وكنت غريب وقويتوني وعريان ولبستوني ومريض وزرتوني وسجين وجيتوا لعندي. وبيجاوبوا الصالحين: يا رب امتين شفناك جوعان وطعميناك او عطشان وسقيناك، وامتين شفناك غريب وقويناك او عريان ولبسناك، وامتين شفناك مريض او سجين وزرناك. فبيجاوبن الملك: الحق بقلكن، كل مرة عملتوا هالشي لواحد من هالصغار بتكونوا لإلي عملتوا. من بعد بيقول ليلي على شماله: ابتعدوا عني يا ملعين للنار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت وما طعميتوني وعطشت وما سقيتوني، وكنت غريب وما قويتوني وعريان وما لبستوني ومريض وسجين وما زرتوني. فبيجاوبوه: يا رب امتين شفناك جوعان أو عطشان، غريب أو عريان، مريض أو سجين وما ساعدناك. فبيجاوبن الملك: الحق بقلكن، كل مرة ما بتعملوا هالشي لواحد من إخوتي الصغار فبتكونوا لإلي ما عملتوه، وبيروحوا هالأشخاص للعذاب الأبدي، والصالحين للحياة الأبدية.